مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة معكم من السوق الأسبوعي بوسكورة نواحي مدينة الدار البيضاء. كما كتشوفوا معنا في هذا الأثناء رواج كبير يعني في السوق الأسبوعي في هذا الأثناء، يعني هذا السوق الأسبوعي سوق بوسكورة اللي كيتزامن مع العطلة ديال نهاية الأسبوع، وأكيد البيضاويين يعني كيكونوا عطلة، فبالتالي يعني كيجيو لهذا السوق هذا باش أنهم يعني يبداو داكشي اللي خاصهم، الخضرة، الملابس، المستلزمات ديالهم إلى آخره، يعني كاملين كيجيو لهنايا باش أنهم يتغداو. كما كتشوفوا يعني واحد الحركة اللي هي كبيرة بزاف في هذه اللحظات، يعني سميتو يعني واحد الحركة كبيرة من طرف المواطنين جاو أنهم يتغداو. أوكي كما كتشوفوا يعني واحد الحركة اللي هي كبيرة بزاف في الأثناء من طرف المواطنين اللي جاو اليوم باش أنهم يتغداو المستلزمات اللي خاصاهم. وتنجم سلام سلام جن، حركة كبيرة جدا في السوق الأسبوعي بوسكورة اللي كيتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، والمواطنين يعني جاو اليوم كيتشداو، فيعني يعني الآن راه كاين واحد البلوكاج من الطريق اللي ما يمكنش يعني كيسالي حتى لهنا، من كتوصل لهنا دخل السوق عاد كيسالي، أما في يعني في الباب ديال السوق، أما في الدخلة يعني كتكون جاي للسوق عاد راه واحد البلوكاج، يعني الناس يعني داخلين يعني يعني بزاف لهنايا، داخلين يعني بزاف للسوق الأسبوعي باش انهم يتقداو يعني المستلزمات اللي خاصهم الى اخره. كيجي لي 4 حد من الكراس ولا شي راه جي لي انتم شوفوا مشاهدي قناه شوف كيفي رواج اللي كيتنا، الله يسهل على كل واحد. شوفوا معنا مشاهدي قناه شوف كيفي شحال ديال الاسر البيضاويه والمواطنين اللي جاو اليوم للسوق باش يتقداو المستلزمات اللي خاصهم الى اخره. فالله يسهل على كل واحد وبصحة وراحة بالخدمة. ما رأيكم مشاهدي قناة شوف تيفي، واش كنتوما كتفرجوا الأسواق الأسبوعية في الدار ولا كتفضلوا الأسواق الشعبية العادية اللي كتكون يعني داخل كازا يعني داخل المدينة؟ هاد السوق يعني كيتعتبر اقرب سوق من اللي موجود هنايا، اللي كاين هنايا في كازا نواحي كازا، يعني الاسواق الاخرى كامله يعني بعيده بزاف، كاين اسواق اسبوعيه اخرى بحال السوق الاسبوعي ديال السوالم، المحمديه، بيت النيل. مشاهدي قناة شوف تيفي كنكون وصلنا لنهاية هذا البث، ألقاكم إن شاء الله في بث مباشر آخر إلى اللقاء. بعد ما حاولنا نقربكم من أجواء السوق وحركة السوق، الآن السوق الأسبوعي بوسكورة.